المشاهدين من تخطيط حفل اليوبيل الفضي لكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي. معنا الآن أحد رؤساء الأقسام السابقين، نتشرف باسم حضرتك. أهلا بحضرتك، دكتور خيري إبراهيم الملط، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ومؤسس المشروع القومي لإحياء الموسيقى الفرعونية. حضرتك كنت رئيس قسم كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي قبل كده. هي بدأت الكلية سنة العام الدراسي 89-90، وبدأناها بالأربع أقسام القائمة حاليا. كانت دراسة نوعية فعلا متفردة في قنا، وهذه الدراسة الحقيقة انعكست انعكاس فعال على حياة المجتمع داخل قنا، مش بس بالنسبة للدارسين، ولكن يعني قسم التربية الفنية بمعارضه وجمالياته ولوحاته والأفكار الجميلة اللي اتنقلت للشارع انعكست على الفترينة بتاعت الملابس اللي في المحلات، ما بقتش زي الأول، بقت فيه شياكة، بقت فيه تناسق في الألوان. كلية التربية النوعية كانت شعبة أو قسم التربية الموسيقية كان له رنين خاص في هذه الكلية، وكان ليه صوته كان بيملأ المجتمع داخل قنا وخارج قنا. جبنا أساتذة من الكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك لكل الأقسام، وبدأت الدراسة بمنتهى الجدية. الولاد كانوا أكثر من جديين في تناولهم للدراسة، وكانوا واخدين الأمور بشكل جاد جدا. كنت دايما أعمل مقارنة بينهم وبين ولاد الزمالك اللي في القاهرة. الحقيقة بقول قدام الميكروفون إن الولاد اللي في قنا كانوا بيقبلوا على الدراسة بمستوى أعلى بكثير من ولادنا في الزمالك. كان العلاقة كمان اللي كانت بينهم وبين الأساتذة كانت علاقة وطيدة جدا، سواء من ناحية الأستاذ أو من ناحية الطالب. دي سهلت علينا حاجات. المقرر الدراسي اللي كنت بدرسه في الزمالك بالزق زي ما بيقولوا كان بيدرس هنا دي 3 مرات في العام الدراسي الواحد. دي كانت نقلة عظيمة الحقيقة. ولا أنسى إن هم في العام الدراسي 98 خدوا المركز الثالث على مستوى الجمهورية في جامعة القاهرة. كنا عايزين نعرف حضرتك إيه رأيك في حفل النهاردة؟ حفل النهاردة شيء جميل حقيقي، مهرجان الأقسام كلها شاركت. السعادة إن اللي أنا شفته، أنا بقالي 18 سنة سايب الكلية، البذرة اللي احنا حطيناها نبتت وبقت زرعة جميلة جدا، سواء في قسم الفنون التربية الفنية أو الاقتصاد المنزلي والتفصيل وممكن الحاجات دي زي ما قال سيادة رئيس الجامعة، إن خسارة المجهود اللي بيتعمل ده والإنتاج الحلو ده إنه ما يتسوقش. طب خسارة، وبعدين في حاجات إن ما تسوقتش ما تنفعش بعد كده، زي موديلات اللبس. يعني الموديل إن ما تبعش في وقته مش هينفع تاني. في لوحات كمان جميلة جدا اتعملت في قسم الاقتصاد المنزلي بالتصميمات للملابس الجميلة دي. خسارة حقيقي، أدي جزء للطالب وجزء للكلية.
يبقى كده عشان ما الكم اللي اتعمل ده ما ترميش في مخزن ولا مكان. كان ايه شعورك النهارده يا دكتور انت وبتحضر اليوبيل الفضي للكلية؟ اليوبيل الفضي في الكلية دي كانت فكرتي وانا نقلتها لبنتي الاستاذة الدكتورة هدية والدكتورة ايناس. قلت لهم اذا عدى السنة دي ما تعملش هذا الوبيل خلاص يبقى استنوا 25 سنة فعرضوا الفكرة على الدكتور مصطفى وبيقولوا ان هو استقبل الفكرة استقبال طيب جدا وباين نشاطه ومسندته للفكرة اللي احنا النهاردة شفناها ما بين المعارض والمعارض المرئية والفن المسموع والفن المرئي.